والصلاة الجامعة يرحمنا ويرحمك الله. نصلي الآن إن شاء الله بقوة الله صلاة الاستسقاء. فلنخلص قلوبنا لله عز وجل. الله أكبر. الله أكبر. الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ونصلي ونسلم على رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا بد ان نكرر من هذه الايه الكريمه: انك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مليئا مريئا طلقا سحا غدقا جليلا. اجتمعنا اليوم في هذا المكان المبارك في مرقد نبي الله يونس لنحتفل ونحتفي بميلاد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وكان من فقرات هذا الاحتفال أن عادة علماء أهل نينوى وأهل الموصل بالذات أنهم إذا منعوا القطر من السماء صلوا الاستسقاء ها هنا على تل التوبة كما نقل ونقله أهل التاريخ. هذه الصلاة سنة عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، صلاها بالأصحاب، هي ركعتين كصلاة العيد يجهر بهما الإمام. فعنا ذلك تبركا بهذه السنة واقتداء بفعله صلى الله تعالى عليه وسلم وبعادة أهل الموصل. نسأل الله القبول والإخلاص والسداد.